Selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Qori Mahatma Gandhi. Kepadanya kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إسرائيل في
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.